داري. يا وستي يا كلي. يا يو يا ويدا يا سامح. يما يما، أنا فين؟ ايه ده؟ مش بيتنا ده؟ فين أيوب؟ فين وايدة؟ فين سامح؟ يا أيوب يا أيوب. الحمد لله الحمد لله على السلامة. انتي مين؟ انتي الله، انتي نانا رستم ممثلة السيما. اوف كورس، بس انا اسفه جدا، سامحيني، ما كانش قصدي ابدا اني اخبطك بالعربيه. عربيه العربيه، ليه ضربتيني بالعربيه؟ ليه ضربتيني؟ وجعني. ارجوكي ارجوكي بلاش تتحركي، ما تتحركيش، الدكتور قايل لازم راحه تامه. وانتي جبتيني دكتور؟ طبعا، امال كنت هطمن عليكي ازاي؟ طب امال ضهري بيوجعني ليه؟ اصل الاصابه كلها جت في ظهرك. يعني ايه؟ يعني انا عمودي الفقري باظ؟ اطلاقا، هو بس شويه ردود وشويه كدمات من اثر الوقعه اللي انت وقعتيها قدام العربيه على الارض. يا حبيبي ايوب، ايوب ما يعرفش مكاني دلوقتي، زمان وقلقان عليا خالص. ايوب مين ده؟ ايوب جوزي. طيب عنده نمره ممكن اكلمه فيها؟ طب اديها لي. وبعدين معاك يا اخويا، هدي نفسك كده، هي زمانها جاي. ازاي بس؟ انت بتقولي نزل تشتري رز من 6 ساعات، يعني لو كانت هتجيبه من الصين كان زمانها خدت ميكروباص ووصلت. هو فعلا تاخيرها ده مش طبيعي. ايه اجرى لك ايه يا سامح؟ احنا بنهديه ولا بنشعلله؟ الو؟ ايوه انا ايوب. مين حضرتك؟ انا نانا رستم. ايوه ممثله السينما. كنت عايزه اطمنك على مدام عنايات مراتك، اصلها موجوده عندي هنا، خبطتها عربيه. عنايات خبطتها عربيه؟ يا ساتر يا رب. ثانيه وايده، خلينا نسمع. طب جرى لها حاجه؟ مش العربيه اللي جرى لها عنايات، جرى لها ايه؟ ظهرها؟ يا دي المصيبه، يعني عنايات دلوقتي ملهاش ظهر؟ ملهاش ظهر ازاي؟ اسكت خلينا نسمع. نعم؟ طب فين العنوان عشان اجي اشوفها اطمن عليها؟ ايوه الزمالك اعرفها شارع شارع. فين بقى من مصر الجديده؟ ايه اللي جاب الزمالك لمصر الجديده؟ انا عارف الميدان، انا عارف الميدان نمره 19. طيب حاضر، انا هقفل وجه لحضرتك على طول. على فين يا استاذ ايوب؟ هروح اطمن على العنايات. إيه عرفت العنوان كويس؟ في الزمالك عند هرم سقاره. هو هرم سقاره نقلوه الزمالك يا ويدا؟